طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. طبعا نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. احنا خمسة أصحاب الكساء، احنا خمسة أصحاب الكساء، أولنا النصر وبعده الدقانون ثم الفتح والحكمة والسائرون. خمسة أصحاب الكساء. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. نتحدث اليوم على أو عن قرار السلطات الحكومية وإصدارها لمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للنظام السابق. طبعا تحدثنا عن هذا الموضوع في الأسبوع الماضي، ولكن اليوم على الرغم من إصدار السلطات الحكومية قرارين يقضيان بمصادرة جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس الراحل صدام حسين ورموز نظامه، إلى أن مسؤولين بارزين حاليين يرفضون مغادرة القصور التي سيطروا عليها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وتسليمها إلى وزارة المالية. سياسيون يقولون بأن توقيت قرارات المصادرة قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو أيار المقبل يثير الكثير من الشكوك. مصدر حكومي مطلع أكد لصحيفة العربي الجديد يوم أمس بأن الجهات المعنية باشرت بإجراءات مصادرة ووضع إشارات حجز على أموال وأملاك النظام السابق أو رموز النظام السابق، وأوضحت بأن هذه الإجراءات وصلت وبشكل عاجل إلى المصارف وإلى دوائر العقارات لمنع التصرف بالأموال والأملاك بأي شكل من الأشكال وفقا لقرارات هيئة المساءلة والعدالة الأخيرة. وهيئة المساءلة والعدالة أصدرت وهي المكلفة بمتابعة ملف النظام السابق قبل 2003، أصدرت يوم الاثنين الماضي قرارين. الأول تضمن مصادرة أموال 52 شخص مقرب من الرئيس صدام حسين، والثاني تضمن الحجز على أملاك 4257 من المسؤولين في تلك الحقبة. المصدر الحكومي تحدث عن صعوبات تواجه تطبيق القرارات الجديدة بمصادرة أموال رموز النظام السابق، وبيّن أن بعض المسؤولين البارزين ما يزال يستولي على أغلب قصور النظام السابق والمقربين منه، والتي تتوزع بين المنطقة الخضراء الحكومية حاليا وحيي الحارثية والقادسية في جانب الكرخ من بغداد، وأحياء الكرادة والعرصات والجادرية في جهة الرصافة من العاصمة العراقية بغداد. المصدر الحكومي أضاف بأنه على الرغم من كون أغلب القصور التي كان يسكنها صدام حسين وعائلته لم تكن مسجلة باسمه بل لوزارات عراقية، إلا أن وزراء ومسؤولين حاليين يرفضون مغادرتها وتسليمها إلى وزارة المالية. طبعا محامي وهو أحمد المهنة تحدث كذلك إلى صحيفة العربي الجديد يوم أمس، وقال بأن قرارات هيئة المساءلة والعدالة الأخيرة أحدثت إرباكا كبيرا في الأوساط الشعبية وأثرت على حياة عدد غير قليل من العراقيين، وأوضح بأن أغلب العقارات المذكورة في هذه القرارات كانت قد بيعت منذ سنوات، وشمولها بقرار المصادرة والحجز تسبب بخسارة فادحة لشريحة كبيرة تضررت من دون أن تقترف أي ذنب كما يقول. وأشار إلى أن إلى قيام مئات العراقيين بتقديم طلبات إلى المحاكم حول رفع حجز عن أموال وممتلكات، ولفت إلى وجود تذمر كبير من غض السلطات الحكومية الطرف عن المسؤولين الذين استولوا على قصور وممتلكات النظام السابق. نريد أن نستمع إلى أصواتكم حول هذا الموضوع، لماذا يرفض المسؤولون الحكوميون ورؤساء الأحزاب مغادرة هذه القصور مع العلم بأنها مملوكة إلى الدولة العراقية، والحكومة حكومة حيدر العبادي حاليا لماذا لا تستطيع إخراجهم إن كان بالقانون أو إن كان بقوة الدولة؟ معنا اتصال ناظم من بابل، تفضل ناظم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونكم أغاتي؟ شلون صحتك؟ حياك الله، أهلا وسهلا بك. أقول لك حبيبي بروح أضيك، أنت دولة من أجونا هم شنو بالتفاصيل من أدم من ذاك اليوم لليوم؟ يعني من 2003 لليوم. نعم. مو صح لو لا؟ يعني تقصد الأحزاب اللي جتي ب 2003؟ رحم الله على واسيك بدون مسميات، يعني ما أريد نذكر أسماء. نعم. إحنا مو؟ نعم. زين الله وكيلك هسه لا تحكي لك حكايات الكلي مو؟ حتى يقولون من ذاك اليوم كان يسون على صدام حسين، صار صدام حسين ما ميت عليه الله وكيلك. زين بس كان لك حقوق مضمونة. زين؟ نعم. هسه كجي ما استفادينا من عندهم من إجهال بهذا اليوم، لا العمايم ولا الجسم. نعم. زين ناظم. مو صح ولا لا؟ نعم. زين ناظم. نعم. الحكومة ليش ما تقدر تطلع ذول المسؤولين ورؤساء الأحزاب من هذه القصور اللي هي تابعة للدولة؟ عمي الله وكيلك ومحمد كفيلك هم أفضل من الدولة ما يقدرون يحشون، اللي يحشون عليها سألت أبسط في ذاك اليوم هاي مع وزير الدفاع من حج عليهم يطلعهم قالهم فلان وفلان فاسد، وثاني يوم كنا سودت عليهم طلعتين ولا. نعم. زين؟ ما يقدرون يحشون. زين هسه يدورون انتخابات ويريدون الشعب يروح ينتخبهم، شلون الوضع ببابل من ناحيه الانتخابات؟ ما تدري شو يسوون ما تدري. نعم. زين قاموا يوزعون صوابات ويوزعون هسه الباب رجعت الجديده قاموا يوزعون غسالات. غسالات جيد، متطورين الجماعه. اي الله كفيلك والنبي محمد. زين يعني حتى بفلوس يشترونه مشترى، تعال صوت ب 50,000. من الشخصيات تقدر تسمي لنا اياها اذا ما يعني ما نقدر انا اقول لك انا ما اذكر اسماء. نعم. زين بس هي حتى الله وكيلك حتى بفلوس قاموا يشترون. زين ناظم الوضع ببابل بشكل عام شلونه؟ والله الحمد لله يعني احنا نقول الوضع الحمد لله والشكر خير من الله الوضع، بس احنا هاي من جونا اليوم شنو اللي استفادينا من عندهم؟ كل شيء ما استفادينا. نعم الوضع الأمني زين الحمد لله الله يديمها، والخدمات الوضع لا الحمد لله جيد، يعني أنا ما نقدر نقول لك الوضع مو زين، لا خير من الله الوضع ومستقرة، بس احنا قصدنا يعني على أحزاب، الأحزاب شنو استفادينا من هذا؟ كل شيء ما استفاد. والخدمات ببابل شلونها؟ الخدمات لا تستهدايا صفر، يعني مو 100%. نعم. زين مع ببابل وكل نعم هسه هواي يعني اسمع اتصالات عليك وقول لك على شنو اللي استفادينا من هذا؟ نعم. عمل ما عمل متوفر؟ عمل يعني الحمد لله زين، يعني عمل معك نقول لك عمل لا الحمد لله. نعم. الله يديم نعمة نعمة ناظم. تفضل إذا عندك شيء تضيفه تفضل. طيب اللي بالتلفزيون طلعه قالوا صدام حسين كان مهيمن على من دوره الله وكيلك كل زمان لقوا صدام حسين برا من الخارج، شنو اللي قاموا صدام حسين طلعوا جابوا من الخارج؟ نعم. زين هسه هم اقل واحد تلقاه عنده فله وعنده بيوت بالخارج وعنده كذا بالخارج، هسه هو صدام حسين قال لا تبيك خارج العراق ما عنده. نعم. زين صح صح الكلام لولا؟ نعم كلها مسجلات باعتراف الحكومة، هي مسجلة باسم رحم الله على والديك الدولة. احنا هذا قصدنا والله، مو قصدنا نقول لك والله هسه هم اجوا، هسه هم كلهم كل واحد بيت بالإيران وبالدول كلها يعني مو بس. نعم. زيك. نعم ناظم الله يديم نعمة الأمان إن شاء الله على محافظة بابل وعلى جميع محافظات العراق. شكرا ناظم من بابل كان معنا. طبعا عضو تحالف القوى محمد عبد الله حول هذا الموضوع تحدث بأنه توقيت ملاحقة أموال وممتلكات رموز النظام السابق يثير كثيرا من الشكوك، وتساءل عن أسباب إصدار قرارات مصيرية قبل شهرين من الانتخابات البرلمانية، وعبر عن أمله في قيام السلطات بمراجعة هذه القرارات التي أضرت بشريحة كبيرة من العراقيين، وأضاف بأنه كان الأولى
على الحكومة بأن تلاحق المسؤولين الذين تسابقوا للسيطرة على قصور النظام السابق منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003. معنا اتصال آخر، أحمد من النجف، تفضل أحمد. أحمد؟ ألو. تفضل أحمد. ألو. نعم أسمعك أحمد، تفضل. ألو، السلام عليكم أستاذ مصطفى. عمر معك، وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. السلام عليكم أستاذ عمر. أهلا وسهلا. حياك الله. ها؟ معك يوسف من الناصرية. نعم. يوسف من الناصرية معك. نعم أحمد. اسمعني؟ تفضل أحمد. أحمد صوتك يقطع أحمد، إذا قدرت تتصل مرة ثانية يكون أفضل. طبعا يوم أمس رئيس لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب هشام السهيل قال بأن من سماها القوى السنية كانت مرتاحة للغاية عند إقرار قانون مصادرة الأملاك، واتهم تلك القوة بأنها تستغل القانون لأغراض الدعاية الانتخابية بعدم وجود اعتراضات جوهرية لديها على القانون قبل إقراره. إذن القرار الذي صدر الأسبوع الماضي وبالتحديد يوم الاثنين الماضي من قبل هيئة المساءلة والعدالة والذي يصادر أملاك النظام السابق إضافة إلى 4257 من أركان النظام السابق، اليوم يرفض المسؤولون ويرفض رؤساء الأحزاب والقيادات السياسية في العراق من تسليم هذه القصور ومن تسليم هذه البيوت والممتلكات إلى الدولة. معنا اتصال أم أزهار من بغداد، تفضلي أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وأحيي هاي الإذاعة العظيمة وأحيي عامليها. يا أهلا وسهلا. بالنسبة إلى أملاك الدولة مال الحكومة السابقة. نعم. صدام كان بنى بيوت وعمر الدولة كلها وعمر العراق كله، بس ما أخذ شيء وياه ولا صدر شيء للخارج. مثل ما هاي الحكومة مثلا اجت من 2003 الى هسه تبوظ وتصدر للخارج، تبوظ وتصدر للخارج، وقاعدين وما يسوون استولوا على بيوت صدام، والحكيم مستولي على الفرادة كلها، لان هذا من يقعد يخطب ويا الناس ويوعظ ويحكي بالحق والإنسانية والفقر، لازم ما يحكي على نفسه انه هو قاعد أملاك الدولة وقاعد ماخذ مستولي على الفرادة كلها، وهو وغيره وكلهم، والمالكي قاعد بالقصر مع صدام ويستخدم غرفة نومه وما يستحون. مثلا دولة ما تستحي، دولة اجت تبوق وتنهب وما لها اي راس، بس هو اذا يردون هسه يدورون على الناس اللي كانوا يشتغلون بالنظام السابق، ما لهم حق ياخذون املاكهم، لانه هذول كانوا مشتريها مثل يعني مثل الناس اللي حاربت ويا ايران، والناس اللي صدام انطاها فلوس وانطاها قصور ما لهم علاقه هم ياخذوها منهم، ما لهم علاقه ياخذوها، بس هم هذول هم ما حد يحاسب نفسه. هاي الحكومه كلها فاسده، ما تحاسب نفسها، بتحاسب صدام اللي هو الف رحمه عليه، الف رحمه عليه هو أيوة. أم أزهار، ليش الحكومة غير قادرة، حكومة حيدر العبادي، من إخراج هؤلاء المسؤولين من هذه الممتلكات التابعة للدولة؟ أنا أقول لك يا حكومة حيدر العبادي، هم أنت تقول علي هذا مسؤول، هذا مو رئيس دولة، هذا العبادي تحسنا إيران تصدر لأوامر، هو ينفذ، هو يعني هسه حتى على القصور حتى على أملاك الدولة كلها إيران هي اللي قاعد تنفذ، هو قوي، يا حكومة قوية عندنا، من رئيس وزراء إلى رئيس دولة إلى كل الدول موجودين، ف
نعم. أم أزهار من بغداد كانت معنا، شكرا لك. نقرأ بعض رسائل واتساب، يقول والله رسائل هناك، يعني من يرسل لنا رسائل طويلة جدا، أرجو اختصار هذه الرسائل حتى نستطيع أن نقرأها، وهي رسالة واحدة يعني ما يحتاج تكررها أكثر من مرة، احنا راح نقرأها. دخلت قوات الاحتلال الأمريكي يقول عام 2003 عبر حرب تدميرية أتت على جميع نواحي البلد، فقتل وجرح أكثر من 1,000,000 مواطن، وانتشرت عمليات الاغتيالات والخطف والسلب، وغذيت الميليشيات وانتشرت وباتت تعيث في الأرض فسادا وتدمر التعليم والصحة والصناعة والزراعة وباقي مرافق الخدمة والبنية التحتية. وجاء الاحتلال بعملية سياسية لم يذق منها العراق غير الويلات، وهجر الشعب وأصبح لاجئا إما على أرضه أو خارجها، وأصبح الفساد مظهرا يرافق المؤسسات الحكومية بكافة أشكالها، وواصل الاحتلال احتلال العراق إلى مطاف وأوصل الاحتلال العراق إلى مطاف الدول المتخلفة الفقيرة، ولا زال مستمرا في جرائمه، وليكن هناك حكام يراعون مصالح الشعب وأفعالهم بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، وهذا ديدن إيراني حاقد على هذه الهيئة، حاقد على هذه، أو يقول ديدن إيراني حاقد هذه الهيئة، طبعا الكلام متصل مع بعض، هذه الهيئة المسماة بالمساواة والعدالة لم تكن منصفة، وأيضا ظلم بهذه القرارات. مبروك من الإمارات، أرجوك مبروك أن ترسل لنا رسالة قصيرة وليست طويلة. نعم معنا اتصال رفاعي. نعم. رفاعي أحمد من بغداد، تفضل رفاعي. مرحبا فيك. أهلا بيك، تفضل. الله يخليك. اسمعني من التلفون مباشرة، اترك التلفزيون. الله يخليك. احنا هسه مثل ما نقول جيش السابق، احنا نجحنا نصفق له، بس هذا الجيش هسه احنا البي. نعم. هو من دينا. نعم. تفضل. حتى هسه انا عسكري. نعم. هسه مثل احكي بالشارع لو هارت اقول له عشان يعني اي احترام بالشارع اي ماكو. يعني احترام للعسكري ماكو بالشارع لو شلون؟ شيء اكيد هو اي احترام للعسكري بالشارع ماكو، ليش يقول لك مثلا بالشارع يقول لك انا عشاير. نعم. وضح لنا الصورة أكثر رفاعي. مثل ما نقول هسه احنا شو نقول؟ نعم. رفاعي انقطع اتصال مع رفاعي من بغداد. رسالة أخرى يقول الغاية من هذه من هذا القرار هو تمليك تلك العقارات والممتلكات إلى غاصبيها من قادة النظام الجديد. طبعا أعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة وكذلك باستلام رسائلكم عبر خدمة الواتساب والاتصالات. معنا اتصال سامي من بغداد، تفضل سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سامي حضر. برأيك ليش ما يقبلون دولة يطلعون من ممتلكات الدولة، وليش الحكومة غير قادرة على إخراجهم؟ أستاذ عمر أتيك في الموضوع من جانب آخر. أول شيء بالنسبة للعبادي يعني أعتقد الظاهر لأنهم أكثرهم شوية زعلانين من هذا القرار، يقول لك هذا لأنه ما استشار أحد من الطبقة المقربة، ما كل المافيات اللي جالسين معاه يعني، حتى انه طلع هذا بارح عباس البياتي يقول يعني شويه هذا القرار يعني شويه بي اجحاف لو شيء، واحنا بس العراق تأذى من نظام صدام. طبعا اي واحد من هؤلاء على طول يعني يتحدث بصوره يعني سلبيه من النظام السابق، بس تعرف أنت النظام السابق في 10 سنوات البداية كلها يعني كانت خير وبركة على العراق، بس تعرف أنت إيران و نعم يعني هذول حزب الدعوة. إحنا إذا تحدثنا عن أملاك النظام السابق، أملاك النظام السابق بشهاداتهم هم 600 عقار مسجلة باسم ديوان الرئاسة باسم الدولة، البيوت الباقية هاي طبعا بالنسبة للقصور وغير القصور. بالنسبة إذا تحدثنا عن الوزراء والمسؤولين،
فيا اما هو تحاكم وانعدم، يا اما هو حاليا مسجون، يا اما توفى اوكي، يا اما هو باع بيته، باع بيته بعد الاحتلال وطلع خارج العراق. هذا القرار يعني معقوله انه انا اجي اصادر املاك هي اصلا مسجله باسم الدوله؟ والله يا استاذ عمر مصيبه سوداء والله العظيم. هم اي قرار هؤلاء قاموا فيه لخدمه الشعب العراقي؟ بالله عليك يعني انت قل لي ما في اي قرار يعني احنا وين وهاي المسائل وين؟ يعني هسه اكثر الناس مثلا يقول لك اكو ناس ميتين، طيب ومثلا اولاده واولاد اولاده، يعني مصيبه. يعني واحد يا اخي ما يعرف يدير الدوله، يعني شو تسوي لهذا؟ يا استاذ عمر والله العظيم تعذرني والله ما عندي، يعني انا دا اتعجب على هؤلاء، يعني شلون يعني 100% طاعة عمياء لإيران. أنا أقول مسألة واحدة فقط يا أستاذ عمر. أنت تروح لأمريكا مثلاً، أكو تروح لنيويورك تشوف لك هذا رئيس عصابة محلي، شلون المافيا؟ تروح نيوجيرسي رئيس عصابة محلي، هذول كل شهر شهرين يلتقون مع بعض، يوزعون البعض هدايا وكذا. هؤلاء نفس الشيء، اقسم لك بالله عصابه مجرمه، يعني اتت ما 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 واحد من عندهم في يوم مثلا قال لك انا هاي المنطقه مالتي مثلا الكرادي مثلا، نحكي على العصابه عمار الحكيم، طيب نعم. يعني ابناها الكراده سوى لها اشياء، هم بعد البسطيات موجوده والشوارع تعبانه يعني هو وعصاباته، وبس يعني اذا صار مشكله لو شيء لو كذا خطف وارهاب وقتل، وهذا خطيه الشخص. يعني هذا شيء بسيط دلاله على هؤلاء عصابات مافيات. هذا الشخص خطيه اللي سوى له قصيده وقال له تسرقوني الاحزاب وكذا، وهاي قتلوا يا استاذ عمر، قتل يعني اغتالوا وكذا. من الأكثر هم هو هذا الميليشيا، يعني يقال انه قتل، ولكن هو طبعا اضطر الى تقديم الاعتذار، يعني كان الخبر غير مؤكد عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هسه هاي الاجراء بسيط، انا ادز لك هذا، بس قصدي يا استاذ عمر هؤلاء يعني ما بيها، يعني لازم يصير تغيير من الناس تمام المحرومين. زين حكومه العبادي ليش ما تقدر تطلع ذولا، أو حتى الحكومات السابقة، حكومة نور المالكي بولايتيها اثنين، عدة ولايتين وقبل، يعني خلينا نقول مثلا من بداية نور المالكي، خلينا نحكي اليوم على حيدر العبادي. حكومة حيدر العبادي ليش عاجزة عن إخراج هؤلاء من كل هذه الممتلكات؟ احنا إذا تحدثنا عن ممتلكات النظام السابق كما يسموها هم، فهي طبعا بالآلاف. طبعا كذلك استولت الأحزاب على ممتلكات مثلا رجال أعمال، أو مثلا ناس مسيحيين بالكرادة، أو ناس أغنياء مثلا غادروا العراق استولوا عليها. الحكومة لغاية الآن ما رجعت ولا بيت لهؤلاء. هذا القصد، يعني أنت يعني خليني أقول لك في شيء مثلا منو يقدر العبادي هو بالصدفة صار رئيس وزراء يا أخي، يقدر يطلع عمار الحكيم يقول له عم أنت الكرادة كلها ماخذها، وهاي خطية. أنا أتذكر بيت الخضيري، هاي المناطق كلها مالتهم كلها استولوا عليها هؤلاء. وأكون بالمناسبة أنت قلت في الموضوع كلش مهم يا أستاذ عمر، وإن شاء الله بلكت نقدر نبحث على القادمة مثلا الإخوان خطية المسيحيين من 2003 لحد الآن، يعني الى درجه صار عليهم ظلم كبير وسرقه اموالهم. وين هذا كرمكم الله هذا الحمار؟ لا بدون تجاوز ارجوك. نعم سامي من بغداد كان معنا، شكرا لك. اعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقه، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت.
أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. طبعا كما أشرنا بأن الإجراءات وصلت وبشكل عاجل كما أشار المصدر الحكومي إلى المصارف وإلى دوائر العقارات لمنع التصرف بالأموال والأملاك بأي شكل من الأشكال وفقا لقرارات هيئة المساءلة والعدالة الأخيرة. طبعا نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي برر تواجده في أحد ممتلكات الدولة بأنه يقوم بدفع إيجار باهظ الثمن كما قال إلى صاحب الدار، وأن صاحب الدار في الخارج، وأن النظام السابق هو من قام بالاستيلاء على هذا المنزل. هذه أحد تصريحات المسؤولين حول هذا الموضوع. طبعا نقرأ بعض رسائل واتساب، يقول بعد أن وزعوا المطارات والمعابر والموانئ وآبار النفط فيما بينهم جاء الدور على تلك العقارات لتوزيعها أيضا، فهم المشرعون وهم الحكومة. في رسالة أخرى يقول السلام عليكم، الفاسد العبادي كما يقول على أساس حاول يقضي على الفساد ولم يستطع، فقام الاعتداء على الرموز الوطنية السابقة لتبيض وجهه أمام الشعب، فسود الله وجهه كما يقول. مع تحياتي لقناة الشعب، أخوكم أبو عمار من السويد. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين باستقبال رسائلكم عبر خدمة الواتساب، ومعنا اتصال الآن أبو ناصر من تركيا. تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا لحضرتك والقناة الرافدين وكل الكادر. حياك الله، يا أهلا بك أخوي. أستاذ عمر، هو مو بس رموز النظام السابق، أي ضابط شريف رتبة كبيرة قاتل ضد إيران هو معرض للمساءلة والعدالة ومصادرة أملاكه. طيب إحنا بس نريد نسأل، كم عقار استولت عليها الزمرة اللي تحكم العراق حاليا؟ منو يسكن بقصور صدام اللي هي اصلا مو باسمه؟ ومنو مسيطر على كل الكراده؟ ومنو استولى على اراضي المحيط بالكاظميه؟ استاذ عمر، الحكومه ما عندها اي سلطه على الاحزاب، لان هي بالاساس الاحزاب محتميه بميليشياتها، وميليشياتها بدورها مدعومه من ايران. يعني هاي الحكومة، لاحظ أستاذي العزيز، خلوا كل العلماء والكفاءات تغادر البلد، لأن بالأساس ما يريدون إنسان يفهم وعنده خبرة يستلم أي منصب. وإلا خلي نشوف هسه وزير الصناعة زمن النظام السابق، نقول محمود ذياب الأحمد، حاليا الدول تستفاد من خبرته، وده يشتغل هناك بكفاءة ومستفادين من عنده. طيب هو يعني حسب ما أعتقد هو انسجن 9 سنوات وطلع وبرأت المحكمة وطلع خارج العراق، وبالرغم من تبرئته هو مشمول بمصادرة أمواله وهو بالأساس ما يملك شيء. طيب إذا أنتم تحترمون القضاء والقضاء برأه، ليش تريدون مصادرة اللي ما يملكه أساسا؟ وزير الصناعة اللي بزمن صدام حسين، الدول تستفاد منه خبرته، وهم يريدون يصادرون ما لا يملكهم. السواشي هم أصدروا قرار معروف، القرار واضح بالمصادرة. طبعا هذا مو القرار الأول، ولكن يعني شمل أعداد كبيرة، وكذلك ما سمي في القرار شمول من الدرجة، يعني مثلا هو ضابط في الجيش والقرار يشمل من هم في الدرجة الثانية، هذه كارثة. زين اليوم المسؤولين يقول لك والله احنا ما نطلع من هاي الممتلكات، احنا باقين بها، أخذناها من 2003 وقاعدين بها، والحجة أنه إحنا دا ندفع إيجار. المن يدفعون إيجار للدولة؟ يعني يا أما الدولة تكون تكذب على الشعب، يا أما الجماعة دا يكذبون على الشعب، لأن هم دا يقول لك إحنا دا ندفع إيجارات. هم الطرفين هم يكذبون أستاذ عمر، ولا معقولة هم يدفعون إيجار للدولة والدولة تستلم إيجار بأملاكها؟ وين أكو هالشيء؟ وين صاير هالشيء؟ هاي الحركة كلها ليش؟ يعني هي هاي الحركة كلها دعاية انتخابية وانتقام من اللي كل قاتل إيران. إيران تريد كل واحد قاتلها بزمن قادسية صدام ينتقمون من عنده. عنده شيء ما عنده شيء صادروا أملاكه. نعم. يملك شيء ما يملك شيء صادروا أملاكه. يعني حتى البكر هم حارب إيران أستاذ عمر، مو بزمانه ما كان موجود، يعني بحرب إيران ما كان موجود البكر، هم من ضمن اللي مشمولين بمصادرة الأملاك. يعني هي حكومة طائفية، ومع الأسف اللي يتبعوهم ويأيدوهم
اللي نقول عليهم ما نريد نقول حسالة، ما لازم نقول حسالة، بس نقول أشواه رجال من السنة اللي باعوا شعبهم. نعم. طيب هذا حامد المطلق مو كان ضابط برتبة كبيرة بالجيش السابق؟ يعني ليش مدى يحاسبوه، ليش مدى يقولوا له تعال؟ لأنه تبعهم أستاذ عمر، لأنه صار من عندهم وبيهم، واحتمال كلش قوي باكر عقبه يصدرون قرار انتقاما من أهل السنة بالعراق يصادرون أموال كل مواطن سني عادي. هذا كل شيء نتوقعه من الحكومة هاي الطائفية. ومبروك للسياسيين السنة اللي نزلوا نفسهم وجبنوا وخضعوا لأصحاب العمائم. نعم. دولة فاشلة وجيش طائفي وداخلية طائفية وكل شيء طائفي بالعراق، دمروا البلد ما خلوا شيء بالبلد يصلح نهائيا، كلها استولوا عليها، والمستفيد الأول والأخير ميليشيات وإيران. نعم. هاي الشغلة. أبو ناصر من تركيا كان معنا اتصال أبو حسن من بغداد. تفضل أبو حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. حياك أخوي الله. عمر سألوا يعني أستاذ طارق عزيز الله يرحمه، قالوا له عندك سياسيين بالخارج معارضة، قالوا يا سياسيين دولة لصوص. صدق الرجل يعني ما قال لصوص، فهم دولة يعني سفلة منحطين، لا يعرفون يعني حقوق الإنسان، لا يعرفون هم مو من البشر، يعني البشر يعرف البشر ويعرف شنو تطلعاته، بس هذول مو من البشر. الحكومة ليش عاجزة عن إخراج المسؤولين من القصور الرئاسية وأملاك الدولة؟ أخويا أم أحزاب رحمة أبوك عمر، أم دول أحزاب بيناتهم يعني كلام بالإعلام شيء. انقطع الاتصال مع أبو حسن من بغداد. يقول في رسالة على الواتساب، يقول والله هي الحكومة لا تقدم ولا تؤخر، الأمر كل بيد إيران، هي اللي مسوية سجون سرية والحكومة أصلا ما تدري بها. يقول مالين السجون ناس كلها بريئة، هي ظلت على التجاوز على الأراضي والممتلكات كما يقول. نعم. طبعا هذا القرار، قرار هيئة المساءلة والعدالة وإرسال بشكل عاجل إلى البنوك وإلى العقارات وإلى المصارف لمنع التصرف بالأموال والأملاك بأي شكل من الأشكال وفقا لقرارات هيئة المساءلة والعدالة، كما أشرنا بأن أغلب إذا مو جميع هذه الممتلكات والعقارات يسكنها مسؤولون، طبعا منهم مثلا عمار الحكيم، إياد علاوي، نور المالكي، هذه الشخصيات في الدولة، الشخصيات الكبيرة في الدولة هي من تسكن هذه الممتلكات. فيعني كما استمعنا إلى بعض الاتصالات، الناس تقول بأنها دعاية انتخابية من قبل حكومة حيدر العبادي، ولإظهار أن الدولة موجودة وقوية وتريد استعادة الممتلكات إلى الدولة. معنا اتصال أبو حسن، عاود الاتصال معنا. تفضل أبو حسن. الله يحفظك إن شاء الله أستاذ أخوي عمر الورد. حياك الله. هذول يا أخي كلهم لصوص وحرامية، يعني هم هدفهم يعني شلون تدمير الشعب، يعني تجويعه، إذلاله، قتله، إهانته بين الناس. يعني هم دول ترى الأعداء الإسلام والعراق، أسمى دول فرحانين. نعم. اللي قدروا عليه دول قدروا عليه، ما حد قدر عليه، ومساعدة الأمريكان. هم يقولون ذاك اليوم إحنا حررناكم، ما يريد استعباد منكم، ما يريد واحد يستعبدكم. وهذا الاستعباد، انتم استعبدتوا البلد، دمرتوا خيراته، سرقتوا خيراته. يعني تجي للكرادة شوارع مسددة، هاي مال فلان، ممنوع منا الطوب، مال فلان حزب. فهم هم غاضم تدمير العراق. زين هم محتاجين ماشي بعد هاي 15 سنة والرواتب الضخمة والامتيازات والمقاولات، يعني ما شاء الله الناس عندها فلوس، يعني هم محتاجين مثلا ياخذون بيت بغداد، يعني مثلا الواحد ضابط او مثلا مسؤول او مسيحي، يعني محتاج هو مثلا هذا المسؤول انه يستولي على هذه الاملاك. ايش يبعون هذول الخيرات كلها لايران، ايران والزباله ماتوا من الامريكان، والله الخيرات كلها لايران، ايران عليه حصار
ويا الفلوس مالتنا كلها يمهم، يضعون هذول الحفالات مالتهم يضعون لايران وبالطيارات مالتهم فلوس 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 جنب، يعني 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 فلوس خرافيه. فما دول يردون اعدائنا، اعدائنا يردون اعدائنا. فاتمنى من الله يعني الشعب هذا يصحى، يا شعب اصحى اصحى والله العظيم راح تتدمر بعد اكثر واكثر. خاف احنا نمشي بالشارع حتى وناكل ونشبع ونرتاح ونتمشى، والله يجي يوم الله اكبر. هم غيره ما عندهم، هاي النازحين اللي قاعدين بالشمس وبالبرد هذول شلون 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 نسميهم بشر؟ لا. مو بشر عمي، هذول مو بشر والله العظيم. المي 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 ينتفخ على هذول السفله، يعني حتى حتى يخسر رحمه الله. والله يخسر رحمه الله. ابو حسن من بغداد شكرا لك، معنا اتصال عبد الله من البصره، تفضل عبد الله. السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام ورحمه الله. على قناه دين العلم. حياك الله. هذا عمر من اول سنه كانت بدايه الاحتلال لحد الان. هم استولوا على العقارات. نعم. نعم عبد الله. يبدو أننا فقدنا اتصال مع عبد الله من البصرة. في رسالة من أبو زين العابدين الميالي من النجف يقول: السلام عليكم أستاذ عمر، الحكومة كلها فاسدة وكل شيء ما خلوا علينا، كل أموال الشعب سرقوه. أستاذ عمر احنا هاي القناة نستفاد منها، وقناة كلامها صحيح ووجيه، ولكن مو صحيح بعض الأخوة كلامهم ما يليق للقناة، نرجو منهم الكلام الذي يليق بالقناة، وشكرا لقناة الرافدين. طبعا أبو زين العابدين ببداية أشكرك، يعني في بعض الأحيان متصل يخرج عن الإطار، احنا ما نسمح صراحة بهذا الشيء، لا نسمح بأي تجاوز يكون عبر شاشة الرافدين، ولكن في بعض الأحيان تطلع من عندك كلمة احنا نقاطعه ونقول لا هذا الكلام ما يصير وغير غير مقبول. طبعا في أخبار متفرقة اليوم جاء أو ما كشفته مجلة نيوزويك الأمريكية عن إقرار رئيس الحكومة في العراق حيدر العبادي بدمج ميليشيا الحشد بالجيش الحكومي جاء على خلفية تدخل إيراني. الصحيفة الأمريكية قالت بأنه بعد يوم واحد من وصول نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري في زيارة رسمية إلى بغداد، أصدر حيدر العبادي لوائح لدمج الحشد بالجيش وتسوية أوضاعهم ومنحهم رتبا ورواتب تعادل أصنافا أخرى داخل الجيش كما جاء في الصحيفة الأمريكية. معنا اتصال عبد الله من البصرة، عاود الاتصال معنا، تفضل عبد الله. حياك الله، أهلا وسهلا بك. الله يخليك. من بداية الاحتلال من 2003 لحد الآن هم استولوا على جميع، يعني مثل تقول الأملاك اللي مال الدولة ومو مال الدولة، بواسطة من بواسطة دخلهم الاطلاعات الإيرانية بالعراق وخلوهم تقتل بالكفاءات وبالأطباء وبالطيارين وبالضباط وياهم منظمة مجلس تعاونهم. زين ولا زين؟ لو تقول والله مصادر الأملاك هو صدام عند أملاك من الأملاك، عشان ما دافع صدام ودافع. لا والله، أنا ذاك عنده الحكومة سابقة عندهم قانون أنه من أين لك هذا؟ هذول لا جيبه، هذا عندهم قانون جيبه، هذا جيبه حتى بالجيب. يعني هنا المفارقة، هم سووا قلت لك بواسطة الاطلاعات الإيرانية على العراق كله. زين ولا؟ هو اللي ياخذ طيار من هنا قدام أمام أنظار الحكومة، طيارين تعجبهم بإيران، هو هذا شنو هذا؟ يعني هم هذول الدولة هي هاي. بس قل لي زين، الأملاك مال المسيحيين شنو أبوي أخذتوها؟ سبقني الأخ سامي قبلها على الأملاك، شنو أخذتوها الأملاك؟ هذول شنو هم طيارين وحزبية وبعثية؟ بس ما نعرف شنو الحالة. الجيش كيف صادرتوها؟ زين ولا؟ هاي قاعد يبنون أملاكهم بالمحافظات الجنوبية وياخذوها وصادرها جماعة الميليشيات وغيرها. وباسم فلان السوق هذا باسم فلتان وتعال وشوف. نعم انت غير ما تدري هاي الوضع قاعد نشوف. زين عبد الله، عبد الله الحكومه هيئه المستشار للعداله لما اصدرت هذا القرار طلعت كل الاسماء 4257 شخصيه بالنظام السابق، اسماءهم الثلاثيه رتبهم تفاصيل واضحه الامر. أول البارحة البرلمان منح نفسه امتيازات تقاعدية رفض الإفصاح عنها عبر الإعلام، ليش؟
ليش برايك؟ ما اقول لك باكر مين دار الوقت علينا حتى ما يعرفون لا كل يعرفون العراقيين تنكشف بعدين بس ليش هسه ليش بهذا الوقت ما يقبلون يعلنون عنها؟ اي مو ها يقول لك احنا ما دائما ان الدوله باكر اكبر يصير علينا انقلاب الشعب يصير علينا وهم تطلع عثمانه مثل ذاك النظام هو ذاك النظام ايش عندهم؟ هم ما يريدون يعني ما يريد ذاك النظام يروج يقول لك انا ما ماخذ نعم اسماء هذول الدوله هاي مالتي وهذول اسمائهم بس هذول يقول لك انا هسه باكر اكبر طلعوا اسمي شلون؟ عطوني هاي تفوت يعني هاي راحت وقتلوا العالم وصادروا املاكهم والفساد المالي يسبب البلد والديون البلد عطوني هاي تنتهي بعد انتهت يعني حقبه ويروحون فيها انتهت لا هم يجون يجي جيل يحاسبهم حاسب اولاد اولادهم على هذا العمل اللي سووه بالعراق بس حتى الله ما يقبل بس لو بلد مثل عايش على الصناعه وعلى الزراعه نقول ما يخالف ما يقدر وعلى السياحه بلد عنده نفوته وعنده هاي يعني حتى تذكر الزراعه وتذكر الصناعه في شديد بلد مثل ما تقول غني بالنفط مالي يقول ما جيت ولد وصاي هسه واحد احنا انا واحد من الشعب اسال هم من حقي يعني انا حقي ماكو غير اسال على حقي والله يا اخي هم هذول بعد جمره فكره كثير وتخوف بواسطه امريكا والاطلاعات الفلانيه دخلوها هنا ومنظمين وفكروا العالم كذا واستولوا على الحكوميه هاي نعم بواسطه امريكا طبعا هاي عبد الله من البصرة كان معنا شكرا لك معنا أبو محمد من بابل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله النظام السابق والبعثين السابقين قاعدين يأخذون رواتب بالدولة العراقية رواتب ضخمة المواطن اللي ضحى ما ماخذ أخذ مثل رواتبهم منو يأخذ يعني تقصد منو تقصد البعثيين اخي البعثيين انا عراق واعرف البعثيين ياخذون رواتب ضخمه لا اكو هيئه المساءله والعداله اللي هي كانت هيئه اجتثاث البعث يعني اجتثت عشرات الالوف من الموظفين بسبب انتمائهم لحزب البعث حتى المعلم اما اذا تقصد الجيش العراقي السابق فهذا بحث اخر حدد لنا احدد لك الجيش والرفاق البعثيين كانوا مدنيين كانوا عسكريين ياخذون رواتب ضخمه انا قاعد مواطن بالعراق انا ساكن واعرفهم تمام يعني تي الله وكيلك العباس كفيلك هو المساءله والعداله جايه ضد الناس اللي قد تروح يشوفون هالخدمات المستهلكه يعني القطور ما صدام من يقدر يبوقها الدوله هي مستولي عليها تمام يعني انتم طلعت وظهرتم هاي الخدمات بالجنوب مستهلي يعني ماي ما قعدنا يعني تركيا سد الماي لحد الان نعم بعدين ذا ترى اعلام يبدون على مترشيحهم ولا هم ما بيهم ضمات الجروح نعم صابنا بها النظام السابق ترى خلف الله على المالكي عدم صدام ولا ما حد شاف جروحنا الحمد لله جروحنا هسه عدم صدام ما شفت همنا وبعدنا شنو اللي صار بالعراق أبو محمد من بابل تسمعني؟ انقطع الاتصال مع أبو محمد من بابل معنا علي من الأحواز انقطع كذلك رسالة من أبو حسام النعيمي من بغداد يقول قتلونا وهجرونا وسرقوا ممتلكاتنا واستولوا على كل ممتلكات الدولة ولغاية الآن ما مكتفين من خططهم وخطط إيران لتدمير كل السنة كما يقول في العراق اللهم عليك بكل الحكومة والمعممين والبرلمانيين إذن أعزائي المشاهدين تحدثنا في هذه الحلقة حول رفض المسؤولين الحاليين مغادرة القصور الرئاسية ومغادرة ممتلكات الدولة على الرغم من إصدار هيئة المساءلة والعدالة قرارين الأسبوع الماضي يقضي بمصادرة أموال النظام السابق 52 شخصية بارزة في ذلك النظام و 4257 وكما أشرنا تحدثنا عن هذا الموضوع بالتفصيل حول ال 4257 شخصية في الأسبوع الماضي والتساؤل المطروح كيف يتم مصادرة أملاك هي أصلا مسجلة باسم الدولة العراقية شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله